Hey yo, what's up everybody? Back at you live from Kuwait City. شلونكم شباب وش اخباركم وش مسوين؟ ونرجع معاكم اليوم في فيديو جميل. اليوم بسوي لكم راديو سولدرينج راديو. زين هذا تحصله عن طريق امازون, تشتري اي كامل. زين هذه الشركه موجوده هنا, احط لكم اياها تحت بالديسكربشن. وايد شباب عجبهم الفيديو اللي فات اللي هو سويت لي انا الساعه, تقدر تشوفون على الفيديو هنا فوق. انزين تقدروا تشوفون الساعه اللي انا سويتها, وايد شباب عجبتهم الفكره. فاليوم قاعد يقولوا لي ايش بعض الشباب سووا لنا راديو. انزين فقبل ما ابلش بالفيديو شباب, اذا عجبك الفيديو شباب ما اوصيكم تابعونا. اوكي نرجع معاكم شباب. اليوم بدنا نسوي راديو, بس قبل ما اسوي الراديو خلنا نسوي انبوكسنج حقه. زين كنا قاعدين نسولف ويا بعض, بما انكم وايد قاعد تسالون اسئله على سناب شات تدزولي على الانستغرام, اكثر شيء على اليوتيوب بعد. زين خلنا اقول لكم القطع اللي تي علشان نكتبني الراديو. هذا الراديو كان الشركه اللي موجوده. زين عشان واضح عندكم. زين ف نشوف شنو هي. زين شنو تحتاج؟ لحظة في شيء قدامهم. تمام. زين ديسكريبشن يك وياه براقي, خلها مني البراقي ستيكر مال ابي هذا. زين هذه السماعات مالته نخليهم هني باي سايد. اوكي هذا الكفر ماله, هذا يبي له وقت علشان اني قاعد اركبهم. هذا اخر شيء اسويه. اهم شيء اول شيء نلحم ونركب شغلات الكترونيه علشان نقدر نشغل الراديو يشوف يشتغل وما يشتغل. زين الحين يبي لي وقت انا علشان اقرا هذا كله. شوف شنو القصه. او ماي جاد. زين هذا الدايجرام. زين ف راح اقرا الدايجرام الحين وارجع معاكم. لحظه ما اتوقع صعب, سهل. انزين اي شكله سهل وايد. انزين فنبلش وياكم الفيديو, بس قبل ما نبلش خلينا نحط السماعه هني عشان لا اخرب السماعه. ندري بالحظه هني احسن. انزين اوكي شنو داخل البوكس؟ شنو داخل البوكس؟ زيادة لا هي كذي. هو ريتشارجبل باتري الله يسلمك. هذا اللي 18650 هذا عندي منهم, هذا اللي عندي منهم انا ريتشارجبل. لحظة كم هذا لهم تحصلهم؟ سعرهم يمكن حوالي تقريبا دينار ولا دينار ربع تحصلهم هذا. زين في نوع اللي هو عنده راس, في نوع اللي بدون. زين فكان مكتوب هنا موجود عندك, تشوف يركب يركب. زين نايس. هشيله خليهني خليهني. زين هذا عندك هي شنو هذا؟ هذا ال سي دي. زين هذا ال سي دي, خل تشوف ال سي دي. عرفتوا شباب هذا ال سي دي مثل ما تني قاعد تشوفون. شوفوا هكا ال سي دي. زين كهو شوفوا, خلي هذا هنا عشان لا يخترب. زين هذا البورد, ما تقدر تشوفون البورد. ها شوف سهل ما يبي له شيء. انا اليوم جايب لكم فلكس ليكويد فلكس عشان انا عندنا بارتس. اقول لكم هذا الحين شنو وظيفته. زين عندنا بارت لازم نسوي لهم مولدنج, فنخليه هنا. اوكي عندنا تو وايرز خليهم هني. زين عندنا 15 بن. اوكي بن. اوكي هذا شنو هذا التانك؟ اوكي هذا لحظه
طيب واحد فيهم ال 10K، واحد فيهم ال 35K. اتوقع هذا كان ال 10K، هذا ال 35. لحظة، اي هذا ال 35، هذا ال 35 وذا ال 10. اوكي هذا اللي ماله. انزين انزين هذا عندك اياه. اوكي 104. اوكي هذا تويزر. اوكي دخلهم هني عشان لا اضيعهم. اوكي هذا الاوديو. اوكي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست. اوكي كباستر خلها هني. اوكي ادخلهم هني عشان لا اضيعهم. انزين هذا اللي هو عندك اياه بروتوكول، هذا عندك اياه دقمة، هذي مايكرو يو اس بي. نايس. ليش شي مسوينا؟ شو البطل هذا؟ اوكي هذا المايكرو يو اس بي بشكله مايكرو يو اس بي. انزين ف نبطل السولدرينج. انزين هذا السولدرينج مثل ما تكلمت لك. لحظه دقيقه خلنا نشيل الاغراض عشان لا نخربهم ولا نعور نفسنا. نشيل هذا هني نحطه. انزين اوكي الحين نبلش. شنو الشغلات الصعبة اللي لازم اول شيء عندك يا المايكرو يو اس بي والتشيب عندك يا والله تشيب. زين هذا الار 1 اللي هو 39 10K 10K. اوكي اتوقع هذا 10K 10K. هذا اللي عندك يا 39 بروسيسور هني. هذا عندك هي اللي هو الاوديو جاك كنا. هذا الاوديو جاك. اي هذا الاوديو جاك. زين احنا عندك هي الاف ام بن. هذا عندك هي اللي هو الاف ام بن. هذا في واحد زيادة ما نحتاجه. زين هذا البروسيسور هذا يركب هنا. اوكي زين شنو بعد فيه عندك؟ هذا يركب له هو الان ان تركيبه سهل. شوفوا راح خل ازوم عشان تقدر تشوفون احسن. اوكي كذي احسن. ها ف عندك يا ان ان اوت هذا الدقام باتري نيجاتيف بوزيتيف بن. هذا هني هذا شنو هذا الـ 04 كهو عندك اياه. بس يعني تقريبا هذا الموضوع يكون سهل ان شاء الله. زين فا اول شيء خلنا نفتح السولدرينج وزيد درجة حرارته نسوي ويلدينج. عرفت شلون؟ هذا قاعد اسولف شوي وياكم فوايد. اول شيء بطل الفلكس. هذا فلكس هذا علشان اذا تبي تسوي سولدرينج زين وما تبي يخترب وياك في شغلات دقيقه دقيقه يعني حيل. مثلا انزين مثلا عندك يا تشيب هني شوفوا او سوري شوف عندك يا تشيب تبي تخلي له مثلا شنو تبي تخلي له؟ تبي تخلي له فلكس ماده سائله فلكس عشان تساعدك حق الولدك. خازوهم داخل عشان تشوفوا. اوكي سوري شباب نرجع مرة ثانية بدام ما زوم راح تسكرت الكاميرا. اوكي كذي واضح؟ اي كذي واضح. انزين اول شيء نحط الفلكس. شوف فلكس
reflux on that? What is that shit? Hey, Wolfie. Hey, Kaka Kachuf. Okay, then, Kafi Fluxini. Fair. طيب الحين هذا شغال نخلي هذا نخلي Thank you.
Okay, Shabab. Okay, اوكي شباب تقريبا احنا وصلنا اخر شيء. احنا نجرب نركب البطارية ان شاء الله يشتغل ويانا. اوه يس اوكي نايس اشتغل ويانا الراديو مثل ما دينا قاعد تشوفونه. اوف يلا نجي تقصر على الصوت زين. اوكي نجرب نغير القنوات. اوتو تتركب الاريل تقي يلقط شيء. افا ايش ما يلقط. نو ايش ما يلقط شيء. ولا شيء يلقط. لازم نركب الاريل. خل نجرب. اوه نايس كان يشتغل. شو هذا الاريل ماله. شيك شيك نايس. خل نجرب. نايس والله شباب. شغال 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 شغال. انزل خلصك الحين. تقريبا خلصنا السودرينج زين لو اللحيم وكل شيء. الحين مثل ما تقدر تشوفون راح اركبه زين. وانا راح اركبه الحين واروكم شكله بعد التركيب. اوكي يلا الحمد لله شحن. اوكي شباب نرجع معكم في اخر الفيديو. مثل ما تقدر تشوفون بصراحة هذا التركيب وايد صعب. حاولت اركبه كذا مرة تركيبه اصعب من اللحيم. اللحيم وايد كان اسهل زين. هذا راديو ميد ان كويت زين صناعة كويتية زين. بس القطع من برا زين سهل ما يبي له شيء. خلينا نجرب نركب الحين نشوف نجرب يشحن البطارية مالت اليو اس بي. قاعد يشحن. شوف شباب بالليت نايس قاعد يشحن البطارية زين. بصراحة وايد حلو مثل ما تقدر تشوفون الراديو. جرب نايس بصراحة نايس. راديو وايد حلو بصراحة. وايد سهل انك تركب. وايد سهل انك تسوي له سولدرنج. بس المشكلة هو في هذا البلاستيك ماله. هذا يبي لي وقت عشان اسويه مع الاريال. زين الاريال هم من بعد يبي لي وقت عشان اسويه. ف اذا عجبكم الفيديو شباب ما اوصيكم اي اسئلة عندكم اياها اي شغلة عندكم اياها تقدر تعطيها تحت بالدسكربشن. وتشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.